اهلا بيكم في قناتنا. النهارده زي ما اتفقنا مع بعض هوريكم ازاي نقدر نعمل بطانه للشنط اللي ليها قاعده سواء مربعه او بيضاويه او مهما كان الشكل بتاعها وليها جوانب. هنشرح مع بعض ازاي نقدر ناخد المقاسات علشان نركب لها بطانه. الشنطه بتاعتنا النهارده هنركب لها البطانه في الجسم مش في القلاب، فهنعمل البطانه بتاعتنا في الجسم اللي هي المساحه دي بس من غير القلاب. عشان نحدد المقاسات والابعاد بتاعتها هنجيب المزورة بتاعتنا وناخد عرض الشنطة من اول القلاب هنا داير ما يدور لحد الجزء الثاني من الجنب الثاني من الشنطة، فطلع عندنا 31 سنتي. هزود عليه 4 سنتي عشان التنايات اللي هعملها، عايزة تزودي 2 سنتي براحتك، انا بحب ازود بزيادة فهخليها 35 سنتي. وحاجة عند عرض الشنطة وهقيس هيطلع 21 من اوسع حتة 21 سنتي، هخليها 25، يعني 35 × 25. هاخد القماش بتاعي بالشكل ديت، معايا قماش زي ما تحبي، ده ساتان، عايزه تجيبي سالية، عايزه تجيبي اي نوع قماش مفيش مشكله. فهنجيب القماش بتاعنا وناخد الماركر بتاعنا المزوره بتاعتنا اسفه ونقيس 25 سنتي اللي هما الاتساع. 25 سنتي اهو، هعلم كده يبقى من هنا لاخر القماشة دولت 25 سنتي بتوعي. هقيس الطول، الطول كمان كان 35، الشكل ده ادي 35 اهو. هنا اهو انا كده حددت العرض بتاعي اهو، وحددت الطول بتاعي اهو بالشكل ديت. هاخد المقص وهقص القطعة اللي انا حددتها كده. احنا قصينا خلاص المقاسات اللي احنا قلناها. طبعا مهما كان مقاس الشنطة عندك هتعملي نفس الحكاية، هتقصي بالمقاسات زي ما احنا عملناها. هتاخدي الدوران بتاع الشنطة من غير القلاب من هنا للناحية التانية من غير القلاب، والاتساع او القاعدة بتاعت الشنطة من تحت عند اكبر مقاس، وهتزودي عليهم 2 سنتي او 3 سنتي على حسب ما انت بتحبي تعملي التنايات بتاعتك. انا النهارده معايا الخيط ديت، ده خيط شفاف هو مش باين. لو انت عايزه تستخدمي خيط عادي بنفس درجه القماش مفيش مشكله، عايز تستخدمي الخيط ديت برده مفيش مشكله. ديت خيط نايلون خفيف قوي سهل القطع، فلو انت حاسه ان انت مش تعرفي تقفلي شنطتك كويس وخايفه ان الخيط يتفك فاستخدمي خيط نفس درجة البطانة او لون قريب منها مفيش مشكلة. انا هجوز الخيط بتاعي وانا بشتغل بطريقة كده زي غرزة المكنة. طبعا تقفيل على المكنة طبعا مفيش احسن منه، بس في حالة ان انت ما عندكيش مكنة فاحنا هنقول ازاي هنخيطها يدوي بطريقة تكون كويسة وما تبانش وتبقى قريبة لغرزة المكنة. طبعا مكنه كتير احسن، انا عندي مكنه بس انا هوريكوا ازاي هنخيطها بايدينا عادي مفيش مشكله. اول حاجه
نتني الجزء ده اللي هو اللي هيبقى متخيط في الشنطة، هتنيه، ممكن تتنيه على اتنين، عشان كده احنا قلنا ان احنا سيبنا هنتنيها على اتنين بالشكل ديت. كده كده لو تنيتيها على واحدة هي بتبقى جوه الشنطة، يعني من في جسم الشنطة من جوه، فمش باينة، بس برضو احتياطي. هنتني التانية بتاعتنا دي على اتنين كده، وهنخيط الغرزة دي بقى، بنلف كده ونلف الخيط على الإبرة ونسحب، فبتبقى عاملة زي اسمها غرزة البطانية بيسموها تقريبا، بتبقى شبه غرزة البطانية كده اللي بتبقى على أطرف البطانية، وبتبقى جامدة. بلف، بدخل الإبرة، ألف الخيط طبعا مسافات قريبة، وأشد الخيط بتاعي، أدخل الإبرة، ألف الخيط وأسحب. بتبقى بالشكل، أنا مش عارفة هي باينة لكم ولا لأ، بتبقى بالشكل ده. ما بتبقاش باينة قوي، عايزة تخيطيها خياطة عادية اللي هي كده. نتني بأي شكل، دي برضو بتبقى ظريفة، مفيش مشكلة. ممكن تستخدمي الخياطة العادية دي للأجزاء اللي على الطروف، والجوانب تعمليها بالغرزة بتاعت زي شبه البطانية دي عشان تبقى متماسكة أكتر وتقفل ما تتفكش. انا هكمل بقى خياطة الجنبين، الجنب ده والجنب التاني، اتنيهم ونرجع نشوف هنعمل ايه. هنا خلاص انا خيطت الاطراف، تنيتها. طبعا انا تنيتها كده كروكي، المفروض ان انا هبقى اعملها على المكنة بعد كده. طيب دلوقتي احنا المفروض ان احنا ده هيبقى جوه الشنطة، هو اللي مش هيبقى باين، اللي هو متخيط ده اللي مش هيبقى باين، يعني ده هيبقى في قلب الشنطة من جوه. انا الخياطة دي او الجزء ده هو اللي هيبقى كده، يعني ده اللي هيبقى كده، هيتخيط هنا علشان قلب الشنطة يبقى هو النظيف اللي مفيهوش التنايات. فالجزء ده هو اللي هيبقى اللي فيه الخياطة ده او اللي فيه التنايات، هو اللي هيبقى كده عشان ما يبقاش باين. فانا كمان محتاجة ان الجوانب تبقى هي اللي من بره، يعني الخياطة تبقى من بره عشان ما تبقاش هي كمان باينة من جوه الشنطة. لما افتح الشنطة، يعني لما اجي افتح الشنطة، تبقى الشنطة من جوه نظيفة. انا هقفل الجوانب، اخيطها عادي جدا برضو بنفس الطريقة اهي، وهتني كده، وهخيطها بقى بالغرزة اللي انا قلت لكم عليها علشان الجوانب، الغرزة دي ما بتخليش الجوانب تفك اهي كده. واروح عاملة لفة الخيط كده على الشنطة دي، مش مهم ان هي تبقى مكشكشة لان هي كده كده مش هتبان اهي كده. الف، انا دي اكتر طريقة لو بخيط على ايدي بحبها. طبعا لو مكنة هتبقى اسهل بكتير، هتخيطي على المكنة ومش هيبقى فيه مشكلة خالص اهي كده. نلف، نعمل اماكن قريبة علشان الخياطة تبقى مش بعيدة. طبعا ما يهمكيش الشكل ده كله، مش هيبقى باين جوه الشنطة، ده الجزء اللي هيبقى مستخبي في الشنطة. عايز تخيطي كده وتأمني عليها بعد كده اهو، انا هخيطها كده لان انا كده كده هخيط بالمكنة، فانا ما عنديش مشكلة خالص بالشكل ده اهو. خياطة عادية، انت بقى اختاري شكل الخياطة اللي تريحك. انا بخيط سراجة كده لان هي انا هحطها على المكنة بعد كده وهخيطها على المكنة. انا بوريكوا بس احنا بنخيطها
يدوي ازاي. لو حابة انت تخيطي يدوي طبعا هتخيطي غرز اضيق من كده وهتمشي عليها كذا مرة علشان ما تفكش تروحي رايح جاي. ممكن تعملي عليها الغرزة دي، بعد ما تعملي الغرزة دي تروحي عاملة ماشية على الطروف تاني الغرزة اللي انا قلتلك عليها، و عايزة توديها طبعا لترزي في الهالك على المكنة مفيش مشكلة. اهو انا كل ده سراجة عادية علشان انا هعملها على المكنة بتاعتي، هقفل وهعمل الناحية التانية. طبعا الغرزة اللي انا بقولك عليها بتاعت السرفلة او اللي هي البطانية اللي هي بندخل الابرة كده ونروح لفين الخيط عليها كده ونطلع كده، دي اسمها سرفلة او بطانية. الغرزة دي بتبقى حلوة مع القماش اللي بيتنسل اللي هو زي كده، بصوا بيتنسل وانا بشتغل، فالغرزة دي بتبقى حلوة مع القماش اللي بتتنسل عشان بتقفل الاطراف بتاعت الخيط لو انتي اسفة بتاعت القماش لو انتي مش هتخيطي على مكنة. فاللي هي بنروح عاملينها كده ونروح لفين الخيط من بره كده على الابرة وبنعملها كده. طبعا هو مش باينة في الخيط دي، هي بتبقى كويسة او شكلها بيبان اكتر في الخيط العادي، هي مش باينة بس عشان الخيط هنا شفاف. خلصنا خلاص الخياطة اهي واكدنا عليها بخيط تاني عشان تبقى باينة لكم. طبعا كل ده هيتسرج على المكنة، هيتخيط على المكنة. هاجي بقى علشان اعمل الجزء بتاع الكيرف اللي تحت ديت، فانا هاخد المزورة بتاعتي واجي عند الجزء ده. طبعا هي لو شنطة مستطيلة او مربعة من تحت هتبقى قياسها اسهل، لكن دي عشان بيضاوية فاحنا هنقيس من عند الغرزة الخامسة دي من اخر بتاع خرزة فيها لحد الناحية التانية الخامسة اول خرزة فيها، فهيطلع عندنا القاعدة 5 سنتي. هناخد البطانة بتاعتنا نيجي عند ده الجزء المفتوح، هنيجي عند الجزء المقفول من تحت نعمل كده ونفتح كده. طبعا لو كويناها هتبقى افضل، ونقيس 6 سنتي اهي. هنعمل كده الجزء ده يبقى كده ونثني كده ونيجي نقيس اسفه 5 سنتي زي ما طلعنا عند الكيرف ديت ونعلم بالماركر بتاعنا اهو. وهنيجي الناحية التانية نعمل كده والبوز ده يبقى في النص كده ونفتح كده ونحط نقيس 5 سنتي اهي ونعلم بالماركر بتاعنا ونجيب الإبرة والخيط ونخيط مكان ما اخدنا القياس اهو، دي 5 سنتي. هنخيط برضو كل ده هيتخيط على المكنة، فاحنا بنعمله كده كروكي برضو او سراجة عادية. سراجة مش اكتر. هنعمل الجنب التاني هنوقف عند مكان الماركر ونخيط. بقى عندنا من تحت بالشكل ده، هنيجي ندخلها في الشنطة
نسكنها جوه الشنطة هنلاقيها اتسكنت وبقى ليها جناب طبعا علشان تبقى مستريحة اكتر. فاحنا بنروح بعد ما بنخيط بالمكنة الجزء ده كويس او بايدينا كويس بنروح قصين الزيادة دي، المفروض طبعا ما قصهاش لما اكد عليها بس انا بوريكم اهي، واقص الجزء ده طبعا بكون دوست عليه قبل القص بالمكنة او بداية كويس قوي علشان لما بيبقوا موجودين بيخلوا الشنطة او البطانة من تحت مش مستريحة. انا دلوقتي بمجرد ما ادخلها جوه الشنطة هتبقى مستريحة وهتاخد شكل الكيرف، وزي ما احنا قلنا البطانة من جوه نظيفة عشان انا كل خياطتي كانت من بره فهي اللي هتبان من جوه نظيفة بالشكل ديت. انا بقى هوريكم دلوقتي ازاي نخيطها في جسم الشنطة نفسه. عشان بقى نثبت الشنطة البطانة اللي احنا خيطناها دي وزبطناها في جسم الشنطة هنحتاج ان احنا نجيب ابرة عادية وهنجيب خيط الصنارة بتاعنا بس اصغر مقاس عندنا، لو عندك مقاس 20 ماشي، مقاس 30 ماشي، انا عندي مقاس 40 فاستخدمته، هو تخين بس هيفي بالغرض يعني. طبعا الابرة لو فتحتها واسعة فهيدخل بسهولة، انا هنا عشان الابرة فتحتها ضيقة فما دخلش، فاضغطي عليه اضغطي على طرف الخيط بزرادية او بسنانك عضعضيه كده فهيبقى له سن رفيع يقدر يدخل في الابرة، واول ما بيدخل ويعدي بس اول طرف من فتحة الابرة الخيط بعد كده كله بيدخل عادي جدا مفيش مشكلة. هناخد الخيط بتاعنا ونعمل عقدة، وممكن نخليهم اتنين بس عقدة واحدة كويس. هنيجي بقى عشان نداري العقدة بتاعتنا، دخلي الخرزة بتاع الخيط بتاعك او الابرة بتاعتك في اول خرزة هتخيطي من عندها البطانة، وبعدين احنا كنا عاملين عقدة هنحاول نحشرها كده، هي مش هتحشر طبعا لان هي رفيعة بس احنا دلوقتي هنداريها يعني، وبعدين نيجي في جسم البطانة اهي البطانة الابرة بتاعتي داخلة فيها واروح عاملة كده واشد الخيط بتاعي من هنا عشان ما يبقاش باينة ان انا هقطعه، واروح لفة تاني على في هنا ما بين الخرزتين دول في خيط اللي هو كان في اصلا في جسم الشنطة، فانا هلف عليه الخيط بتاع البطانة بتاعي اللي انا بخيط بيه البطانة كده كده. انا زنقت الخيط وزنقت العقدة اللي انا عملتها، ممكن اأمن تاني فاروح داخلة مرة تاني بالشكل ده تمام اهو، وبعدين هدخل الخيط الابرة بتاعتي في الخرزة اللي بعدها عشان اعديها، واجي بين الخرزتين في خيط هدخل من تحته وامسك البطانة بتاعتي اهي واروح لف وادخل تاني من فوق اهو الخيط بتاعي معدي فوق الخرزتين واعدي تاني عشان اكد واشد كده، وبعدين ادخل في الخرزة اللي عليها الدور اللي بعدها وبعدين انا في خيط ما بين الخرزتين انا هدخل من تحته وامسك الابرة تدخل في الجسم بتاع البطانة واسحب، وبعد كده من فوق اهو الخيط معدي من فوق الخيط اللي بين الخرزتين يعني مرة من تحته ومرة من فوق، وبعدين ادخل تاني في جسم البطانة واشد وادخل في الخرزة اللي بعد كده
بقت سهلة خلاص اهو. هنا في خيط ما بين الخرزتين، لو مفيش هنا، هنا مفيش خيط، فانا عادي هدخل في البطانة والف وادخل تاني في البطانة وبعدين ادخل في الخرزة اللي بعدها. كونك انك بتدخلي في الخرزة فانت بتمسكي البطانة في الخرز. هنا في خيط اهو، فانا هدخل من تحته وابقى ماسكة في البطانة، ادخل ابرة في البطانة، الف، اطلع من فوق الخيط اللي بين الخرزتين وادخل بالابرة بتاعتي في البطانة واشد وبعدين ادخل في الخرزة اللي بعدها وهكذا. هلف داير ما يدور على الخيوط وعلى الخرز، هلاقي البطانة من جوه بقى شكلها كده اهي، شبكت في الشنطة بالشكل ده. طبعا انت عايزه تنزليها سطر تحت مفيش مشاكل، عايز تخليها على الحرف زي ما انا عاملاها مفيش مشاكل. اهم حاجه ان كل مره تدخلي في البطانه اهو، تطلعي من فوق كده وتنزلي على الخيط من تحت وبعدين تدخلي في الخرزه اللي عليها الدور، تطلعي ابرتك وتفضلي ماشيه داير ما يدور حوالين جسم الشنطه كله بالشكل ده لحد ما تثبتي البطانه بتاعتك. انا بقى هخلص تثبيت البطانه وارجع اوريكم شكلها في الاخر بقى عامل ازاي. زي ما انتم شايفين انا خيطت كل الجزء ده، لو ملاحظين او شايفين الخياطه مش باينه وشكلها حلو، ومش باينة حتى الخياطة او التانية اللي احنا عملناها للشنطة، لان هي كلها دخلت تحت الخرز كده، تحس ان هي دخلت تحت الخرز وبقى شكلها حلو. طبعا هكمل بقى بقية الشنطة بالشكل ديت، حبيت بس اوريها لكم من جوه اهي. لما تكمل طبعا لما تتخيط هتبقى من جوه اهي، البطانة نظيفة طبعا، انا كنت مزوده بشويه بزياده يعني، فانت ممكن تزودي بس 2 سنتي عشان التضييق فهتبقى معاكي مناسبه اهي. انا لسه ما خلصتش الجزء ده، لسه ما قفلتهوش، بس انا يعني اللي طالب الشنطه مش طالب فيها بطانه، فانا هشيل البطانه، فما حبيتش ان انا افضل اكمل خياطتها على الفاضي. انا بس حبيت بما ان الشنطه موجوده فحبيت اوريكم ازاي نركب لها البطانه وازاي نخيطها في الخرز زي ما قلت لكم بالطريقه الظريفه دي. هتخلي شكلها جميل ومش باين. طبعا اختاروا خيط ارفع، انا كان عندي خيط مقاس 4 فخيطت بيه، لو انت عندك مقاس ارفع من كده 2 أو 3 هتبقى مناسبه جدا. وهتكملوا بقيه الخياطه طبعا لما تخيط وتتظبط هتبقى مظبوطه من جوه. اتمنى ان الفكره تكون وصلت لكم يعني كان الفيديو سهل وبسيط وشرحت لكم ازاي نقدر نعمل البطانه او نقصها وناخد مقاساتها بطريقه سهله وازاي نخيطها بطريقه سهله. اتمنى ان الفيديو ينال على اعجابكم، وياريت تحاولوا تشيروا لنا الفيديو بحيث ان هو يوصل لاكبر عدد من المتابعين، واللي ما اشتركش ياريت يشترك في القناة، وياريت تفعلوا زر الجرس. دي الشنطة بعد ما ركبنا لها البطانة، واشوفكم فيديو قريب ان شاء الله. مع السلامة.